إذن واضح ان معظم الجمهور رايه من راي استاذ عمرو ان هو يعني طبعا محتاج. جمهور الزمالك عنده وعي جديد في المساله دي ويعني بيدرس فرقته كويس جدا ومتابع بشكل دقيق لتفاصيل حتى التدريب ده. احنا لما في يوم ما بننزلش صور التدريب على صفحه السوشيال ميديا بتاعتنا بتاعت نادي الزمالك الجمهور بيطالبنا فين الصور، عايزين نشوف صور اللعيبه النهارده. هو السؤال بس يعني هو سؤال بس، هو كارتون عايز ولا مش عايز؟ انا قلت لحضرتك ان كارتيرون هيتقعد معاه لسه يا عمرو ثواني، عايز ولا مش عايز؟ هي جمله واحده، انا عايز اجابه. كارتيرون عايز مدرب عام ومدير كره ولا مش عايز؟ مش عايز. ها لا احنا مش عايز يعني ما حدش قعد معايا يا كابتن. فندم دقيقه واحده بس صلي يعني على النبي. انت عايزني اجاوبك من غير ما اقول لا 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 زي غريبه لا بس على مش عايز بقول لك ما قعدناش معاه. دقيقه واحده بس، دقيقه واحده. انا جاوب حضرتك، انا جاوب حضرتك. كارتيرون بعد رحيل الكابتن اسامه نبيه عملنا معاه لقاء وسالنا حضرتك وسالنا كل مسؤولي الزمالك. انا مش بشرح لك وجهه نظر دلوقتي، انا بشرح لك الاحداث. الراجل قال انا لا عايز مدرب عام ولا عايز مدير كوره، تصريحه معانا لو حضرتك عايز اعرضه لك. كل الناس اللي دخلوا معانا مسؤولين نادي الزمالك الاستاذ حسام المندوه والكابتن حسين وحضرتك كل الناس قالوا والله هو سيد قراره طبعا، يعني هو في الاخر يشوف هو عايز ولا فاذا كارتيرون عايز لا مش عايز. طيب اداره الزمالك الفتره، ما انا هقول لحضرتك بس، اداره الزمالك الفتره الاخيره برضو هي ملهاش انها تتدخل، ولكن لازم يكون لها وجهه نظر. انا هنا متفق ان احنا شايفين ان انت بتعمل كل حاجه وده كتير، احنا مش شايفين، احنا بنشوف ال 90 دقيقه، ولكن ما خارج ال 90 دقيقه ممكن هم ادرى بيه. ازمه ماديه، اللعيبه عايز حد يربط لعيبه، عايز حد يسيطر على الموقف، فممكن اجيب حضرتك واتكلم معاك. كابتن حسين السيد هو همزه الوصل افندم، مش عمرو قال لك الاسبوع لا 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 هو كارتيرون قولا واحدا هو همزه الوصل. طيب افندم، طب ما عايزين مدير كوره، طيب وعايزين ليه طالما في همزه وصل موجوده؟ محدش قال ان عايزين مدير كوره، احنا ما بنقللش. انت دلوقتي عمال ما بنقللش الاخرين، بنقول مدرب عام. كارتيرون ما عندوش، هقول لحضرتك بس عشان اشرح لك بس الموضوع. اتفضل. النهارده كارتيرون، بس خلينا نتفق ان كارتيرون مش عايز، مش عايز. انا قلت مش عايز. اه تمام، انا قلت مش عايز بس لسه هيتقعد معاه يعني. ما هو كل فتره في مستجدات. لا ده رد على كلام مستعلى بس، قال عايز ولا مش عايز؟ كل فتره في مستجدات. بصراحه مش عارف والله. اللي حصل ان النهارده لنفترض ان كارتيرون لا قدر الله جاله كورونا، مين اللي هيقود الفريق؟ مفيش مدرب. فاحنا عشان كده بنتكلم في ان احنا الزمالك شايف ان او الاداره شايفه ان احنا عايزين نجيب ممكن مدرب. ممكن اسال حضرتك سؤال يا فندم؟ انتوا حضرتك شفتوا كده بعد ماتش الاهلي؟ طبعا. ولا قبل؟ اصل قبل ماتش الاهلي حضرتك قلت لي هو سيد قراره. ما هو وما زال سيد قراره، بس لو هو رفض برضه خلاص، بس ما كانش فيه وجهه النظر ان احنا نجيب. انا بقول لك دي وجهه نظر طرحت جديده. ان لنفترض ان لا قدر الله اصيب مثلا بكورونا، هيغيب 15 يوم على الاقل. مين هيقود الفريق في ال 15 يوم؟ هي كورونا لسه جايه دلوقتي. انا بقول لك يعني والاقتراح ده ما يقومش من ده، هيطرح على كارتيرون. لو كارتيرون رفض برضه خلاص، شهرين وسايب قرار يعني. بس هو ماتش الزمالك ليه دور في الرؤيه دي صح؟ طبعا ماتش الاهلي والزمالك. بس صح خلاص، الصلاح راح. تمام بس. نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مكملين حوارنا، واضح ان هي حلقه خاصه جدا.